مساء الخير. مساء النور. معلش الباب كان مفتوح ومفيش حد بره. مش حضرتك استاذ ممدوح المحامي برضه؟ ايوه انا، اتفضلي. بص حضرتك ما تعرفنيش، انا رندا صاحبه روما اللي خبط مامت محاك. انا عرفت اسمك من الاخبار ودورت على عنوانك كويس قوي لحد ما لقيته. واضح ان الموضوع مهم قوي. اقدر اساعدك ازاي؟ المرضى هتشرب حاجه الاول؟ لا ملوش لزوم. انا معايا ورق مهم جدا، يدين حسام المحامي بتاع رامي وجهام مامته كمان، ومتاكده انه هيساعد في اثبات براءه محارب. يدينهم ازاي يعني؟ ممكن توضحي لي اكتر؟ انا وقع تحت ايدي موبايلات عزازي ووصفي المحامي اللي محارب متهم في قتله، وعرفت افتحه ولقيت عليه بلاوي توديهم في 60 داهيه. هو فين الورق ده؟ معي موجود. معلش يعني انا اسف السؤال، انت ليه جايبالي ورق ضد صاحبك ومامته؟ عشان عايزه انتقم منه. حسام ده جاب اخره معايا، ده ما كفهوش الفلوس اللي كان بياخدها من ورا عزازي، ده عايز ياخد كمان نص ورثي. هو حسام كده لما بيقع حد تحت درسه ما بيرحمش، ويفضل يعصر فيه لغاية آخر نقطة على نفسه. من هنا ورايح مش هخليه ياخد مني قرش زاخ، كفاية قوي اللي أخده لغاية كده. قولي يا يوسف، أنت ممكن تجيب لي الورق اللي مضاني عليه؟ ينفع طبعا، بس خلينا نعمل ده بعد المحكمة بتاعت رامي بكرة، يكون خد البراءة. بعد كده هجيب لك الورق ونلغي التوكيلات وهخلصك منه خالص. حلو قوي الكلام ده. طب يلا بقى خلص مكتبك بسرعه عشان تستلم الشغل عندي. لا ده اعتبريه خلص. انا اصلا كده كده كنت شغال في المكتب بتاعي لان ما بقتش طايق حسام، بس كنت مستني الوقت المناسب ان اخد الخطوه دي. طبعا لما انت كلمتيني قلت ده وقتها. يا نهار اسود، انت ازاي معاكي معلومات زي دي وما بلغتيش عنها؟ بصراحه يعني لما فتحت الموبايلات دي ولقيت كل المعلومات دي عليها قلت لازم استفيد، طلع لي يعني بمليون ولا 2 من اللي عزيزي كان سايبه. بس جه بقى حسام ده وضحك عليا وخد مني التليفونات وما ادانيش ولا مليم. بس ما كانش عامل حسابه بقى ان اللي بتشتغل شغلانتنا دي تبقى حاطه عينها في وسط راسها، يعني عارفه الضربه جايه منين ومن مين. عشان كده كان معايا نسخه تانية من كل حاجه، وقررت ان انا ما اطلعش خسران. طب معلش يعني، وانت ايه اللي هتكسبيه لما تديني المعلومات دي؟ هفضحه، ولما يتحبس هطلع على صفحتي واقول ان انا اللي وقعته. هو بقى ترند. ترند؟ ترند بقى. بتكتب ليه مالكش في السوشيال ميديا ولا؟ بص بقى، انا هسيب لك كل الورق ده وهسيب لك رقمي كمان، لو احتجت اي حاجه تخص القضيه كلمني على طول. استنى تليفونك. ها كل حاجه قال لي عليها الاستاذ ممدوح المحامي. اوعى تكون جبت سيره ان المحارب كان معاك، كنت تكون متراقب. ما تقلقش، كان بيكلمني من خط تاني زي ما اتفقت معاه، وقال لي ان ميعاد الجلسه بكره. يعني الورق اللي وصل له ممدوح ده معناه ان المحارب هيطلع منها ولا ايه؟ استاذ ممدوح قال لي ان الورق ده هيورط حسام وجهان، بس الورق ده ما هيطلعش محارب منيها. مش راندا ريلي متصوره مع الواد رامي لايف على التيك توك؟ هي غريبه قوي، عرفت عليهم ليه؟ اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين. امين. انا كده كنت بفكر صح، الورق ده بيقول ان حسام عنده سبب يقتل او يزق حد مكانه انه يقتل وصفي والعزازي ويلبسنا الحوار ده. يبقى البغل اللي انت قلت عليها هو اللي عمل كده. ويطلع مين البغل ده كمان؟ هقول لك بعدين. المهم دلوقتي، انت مش قلت ان رندا قدرت تدخل على موبايل العزازي ووصفي وتطلع منه معلومات؟ ايوه. حلو، ركزوا بقى معايا في الكلمتين دول عشان كل واحد يبقى عارف هيعمل ايه بالظبط.